آي الحج هي آيات متعددة، لكن نعم. هناك آية واضحة في ثلاث تحذيرات مباشرة، نعم، فلا رفث ولا فسوق، نعم، ولا جدال في الحج، نعم. لماذا هذه الأوامر الإلهية تحديدا أمام هذه الثلاث حالات على وجه التحديد؟ والله إذا المسلمين طبقوا هذه الآية الكريمة، طبعا نحترم الجميع، فيفترض أي مسلم يسافر إلى أي دولة أجنبية أن لا يفتش أبدا. يعني ما احترمنا الشديد. لماذا سيد؟ عندنا هذه الآية لها علاقة بآيتين، بصورة البقرة اللي هي أطول سورة مدنية، وصورة الأعراف اللي هي أطول سورة مكية. الآيتين متشابهتين تماما. واحدة تقول ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، بينما بصورة الأعراف بالعكس، قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم من خطاياكم. موضوع جدا رائع. واحدة اسكنوا هذه القرية، واحدة ادخلوا هذه القرية. ومعلوم سيادتك مكة هي أم القرى، فيأتي الناس من كل أصقاع الأرض إلى أم القرى، يعني يدخلوها ويقيموا فيها عدة أيام، يعني من السكن. فلو المسلمين طبقوا هذه الآيات الثلاث، الآية اللي تفضلت فيها سيادتك، لكي ننقل هذا، يعني هذا الدرس العملي حاليا بالحج، ننقله على مدار العام عند دخولنا أي دولة نذهب إليها أو نقيم فيها، سواء ذهبنا سياحة أو زيارة أو كنا ذاهبين للإقامة والعمل. لاحظ سيادتك، فلا فسوق. ما هو الفسوق؟ الفسوق هو مخالفة الأوامر. يعني على الحاج أن لا يخالف الأوامر، لا الشرطة ولا التعليمات في الحج ولا أبدا. اذهب يا حاج من هنا، اذهب. فلا فسوق. أول من فسق عن أمر ربه حاشاك هو إبليس. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فالفسوق هو مخالفة الأوامر، أوامر السير، أوامر الأمن، أوامر التعليمات، أوامر السكن، أوامر الطواف، أوامر الاتجاهات. عليك أن تنفذ في الحج كل التعليمات على الإطلاق وبدون جدال. يعني اقف هنا اقف. فلا رفث ولا فسوق، يعني ما علاقة مع الرفث، هي علاقات الاستمتاع، بس عم نحكي لا فسوق ولا جدال. لذلك إذا إنسان يعني ذهب إلى بلد ما، وهذا درس عملي، الحجاج الكرام يذهبون إلى بلد إلى مكة، يعني مثل ما يذهب إلى أي بلد أوروبي ولا في أي قارة أخرى. فإذا ذهب فلا جدال ولا فسوق. إذن هذا الموضوع يجب أن ينقل على مدار العام. إذا ذهب إلى بلد معين لا يجوز أن يخالف التعليمات، تعليمات الإقامة، تعليمات الهجرة، تعليمات المطارات، تعليمات الأمن، تعليمات الشرطة، تعليمات المرور. فالمسلم حيثما وقع نفع. الله بيعطينا درس عملي، قال لي انظر أنت تذهب إلى بلد غير بلدك، فلا رفث ولا جدال ولا فسوق. فأنت من بعد أداء المناسك إذا ذهبت إلى أي بلد آخر بعد ما أعطيناك الدرس العملي، فلا تجادل ولا تذهب لعصيان الأوامر وفي نيتك التخريب والخداع والتهريب، أي أشكال، لا مخدرات ولا غيرها، يعني أن تذهب. لذلك سيدي ادخلوا الباب سجدا، بدك تحيي، تقدم التحية إلى أهل البلد، وقولوا حطة، قل لهم أمرك، تأمر مثل ما تريد، أنت مطاع. هذا معنى قولوا حطة. فإذا الإنسان المسلم سواء بالحج أو ذهب إلى أي بلد آخر ونفذ هذه التعليمات، دخل الباب سجدا وقال حاضر لتنفيذ الأوامر، هذه بشرى. الله قال له سوف أغفر لك خطاياك إذا كنت إنسانا محترما، إذا كنت إنسانا حضاريا، إذا كنت إنسانا ذو خلق،
تذهب عند الآخرين، سواء أدخلوا هذه القرية كسياحة أو أسكنوا هذه القرية. فهذا درس عملي رائع مثل ما تفضلت. فلا فسوق ولا جدال في الحج، أي أيضا في أي بلد، قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. طيب. أتيت على ذكري انتهاء المناسك. نعم. والشيء بالشيء يذكر، يعني الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم. أباءكم نعم. الغاية هنا هل هي فقط في أداء المنسك أم هناك غايات أخرى؟ يا سيدي فعلا مثل ما تفضلت سيادتك، هذه خلينا نسميها دورة تدريبية في هذه الأيام من أجل الغايات الأخرى. مثل ما ذكرت سيادتك، أذكر الله كذكركم آباءكم. طيب إذا والدي متوفي لا أذكر والدي إلا ربما كل شهرين مرة، فهل هذا هو المطلوب أن أذكر الله كل شهرين مرة مثل ما أذكر والدي؟ الآية يعني هي تثير الفضول. أذكر الله كذكركم آباءكم. الموضوع جدا رائع مثل ما تفضلت سيادتك. هو طالما الحاج يعني يعتبر حاله ولد من جديد، يعني ولادة عاد كيومي ولدته أمه، فحينما كنا أطفال صغار طبعا ولله المثل الأعلى، كان آباءنا هم كل شيء في حياتنا. يعني أريد مالا عندي والدي، بدي حد يدافع عني عندي والدي، ألجأ إلى والدي، يعني والدي هو كان كل شيء عندما كنت طفل صغير. فكأن الله يقول لنا أنتم حاليا عدتم كيومي ولدتكم أمكم، فهل تذكرون عندما كنتم أطفال صغار كيف كان الأهل بالنسبة لك أيها الطفل الصغير؟ هم كل شيء بالنسبة لك.